لو كنت مكاني ماذا كنت تفعل؟ أثنيت على اللاعب العالمي محمد صلاح أبو مكة لأنه سجد في ملعب أجنبي. قالوا تثني عليه، هل الأنبياء والسلف الصالح أثنوا على لاعب سجد في ملعب؟ سكتنا وما قلنا شيء. مجت سامي الجابر لأنه سجد في الملعب، قال هل الأنبياء والسلف الصالح سكتوا على لاعب ومجدوه سجد في الملعب؟ سكتنا وما قلنا شيء. قبلها أرسلت قصيدة للأستاذ محمد عبده لا إله إلا الله، قالوا هل ثبت أن الأنبياء والسلف الصالح أعطوا مغني قصيدة ينشدها؟ سكتنا وما قلنا شيء. ذهبنا إلى المعرض نوقع على كتاب، قالوا هل الأنبياء والسلف الصالح وقعوا على كتب في المعرض؟ سكتنا وما قلنا شيء. ذهبنا إلى الملعب الأستاد الرياضي في الجزائر العاصمة، ألقيت في محاضرة، قال هل الأنبياء والسلف الصالح ألقوا محاضرات في الملعب الرياضي؟ سكتنا وما قلنا شيء. ذهبت إلى أوروبا ألقي محاضرات في قاعات مختلطة، طبعا رجال ونساء أوروبا، قالوا هل ثبت أن الأنبياء والسلف الصالح ألقوا في محاضرات في أوروبا في اختلاط؟ سكتنا وما قلنا شيء. لبست العقال مرة، قالوا هل ثبت أن الأنبياء والسلف الصالح لبسوا عقال؟ ماذا تفعل؟ يعني بعض الناس حجر على الإسلام. أنا قبل فترة لما أخرجت مكتبة العبيكان كتاب لا تحزن أهديته لنيلسون مانديلا ودعوته الإسلام، نيلسون مانديلا، قالوا هل الأنبياء والصحابة والسلف الصالح أرسلوا مؤلفاتهم إلى غير المسلم؟ سكتنا وما قلنا شيء. يا أخي حجرت الإسلام، بعضهم أغلق على الإسلام في دولاب بقفلين. لا، الإسلام واسع، الإسلام دين رحمة، الإسلام وسطي، الإسلام سمح، الإسلام أعظم من أعماركم وأطول من آماركم وأوسع من صدوركم. سهلوا الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بعثت بالحنيفية السمحة. شكرا لكم.